ثابت من ثوابت الفلسطينيين منذ الأزل، فلا تخلو أحاديث شيب من قصص قطف الزيتون. هو التقليد الذي لازم الفلسطيني منذ أن عرفت الأرض الحياة. لفلسطين نكهتها في قطف زيتونها، فتجاعيد جذوع شجر الزيتون المعمر شاهد على قصص ورثها الأجداد للأبناء. هاي قطعة الأرض هاي إلي، أنا أورثتها من أبوي. كان أبوي يقول لي أنا زرعتها بعد النكبة، بعد 48. أبوي توفى الله يرحمه في سنة قبل 16 سنة. وأنا هلكت محافظ عليها. الأرض عرض. جدودنا ورثونا وأهلنا ورثونا، وإحنا نحافظ عليها عشان نورث للبعدينا، عشان ظل تستمر الحياة وهي مصدر رزق. هلأ إحنا موظفين أو غير موظفين، بس نتخلاش عن أصلنا، فلاحين ورح نظل فلاحين. ليس الأمر مهنة، بل واجب يفيه الفلسطيني تجاه الأرض. هي الأرض التي سلبها منه الاحتلال ومستوطنوه. هلأ إجانا الجدار هذا من هون، هذا الجدار هو مغلبنا دايما. يعني إحنا بنكون نشتغل هان ما بنشوف إلا الجيب واقف وناطط علينا، شو بتعملوا هون؟ شو بتساوي هون؟ روحوا من هون؟ لا إحنا ما بدناش نروح، هاي الأرض أرضنا، وهذا الشجر شجرنا، هذه بوي زرعها وأنا بدي أحافظ عليها. فما بنردش على ابني، بصيح بنتركه وخليه يروح شو بده، شو بده يساوي بنتركه وبروح وخلص. طول ما في أرض وإحنا موجودين في إلنا بقاء واستمرارية على هذه الحياة، ما رح نتخلى عنها بسهولة. يعني رغم الضغوط اللي بصير حوالينا والأوضاع السياسية والوضع بشكل عام، بس إحنا صامدين زي صمود الشجر الزيتون. فقرية عابود الفلسطينية الواقعة شمال الضفة الغربية واحدة من القرى الفلسطينية التي تجسد معاناة المزارعين، والتي صدر حوالي 6000 دنم من أراضيها، أي ما يقدر بثلث مساحة أراضيها الإجمالية، لغرض الاستيطان وبناء الجدار الفاصل وإقامة الشوارع الالتفافية. في سنة 1987 تم بناء أول مستعمرة على أراضي عبود اللي يطلق عليها اسم بيت أرية، ومن ثم في عام 1992 تم بناء المستعمرة الثانية وهي تدعى مستعمرة عفاريم. بالإضافة للاستيطان تم بناء الجدار الفصل العنصري عام 2003-2004، ومجموع ما أخذ الاستيطان والجدار حوالي 6000 دنم من أراضي عبود. فبات سكانها مسيحيون ومسلمون يناظرون أراضيهم من بعيد، وحلم الوصول إلى زيتونهم المصادر من الاحتلال بات بعيدا بالنسبة لأهالي القرية. بذكرنا هذا الموسم بأراضينا اللي تم سرقتها منا لصالح الجدار والاستيطان، يعني خاصة وإحنا أراضينا ملاصقة للمستعمرات الموجودة على أراضي البلدة. في كثير من الأحيان نعاني بعض الصعوبات مع المستوطنين أو حرس المستوطنات اللي في الغالب بمنع المزارعين من قطف أشجار الزيتون الملاصقة للجدار أو إما لسلك أو شيك المستوطنات، خاصة وإنه حتى في إلنا أشجار زيتون وقطع زيتون تقع داخل المستعمرة وأيضاً ما بعد الجدار. فعائلة حنا يعقوب واحدة من العوائل الفلسطينية التي تم الاستيلاء على عدد كبير من أراضيها وزيتونها. هذا الموقع الأول، هلأ في كمان إلا موقعين من جهة الشمال من عبود، يعني في موقع ظل إلنا من كان في حوالي 38 أو 40 زيتونة، هلأ ظل في 4 زيتونات كبار وخمسة أو 6 زيتونات صغار، يعني من زراعة من مثلاً 20 سنة، أما هذه لك قديمات، هذا الرحل. هلأ الموقع الثاني اللي هو اسمه جنادس، هاي الموقع. هلأ إحنا كنا بالأول نوصله يعني في حدود نص ساعة كنا نوصل لحده،
بعد ما عملوا الجدار صار يعني نقعد ساعة وربع ساعة وثلث لما نوصلوا، وكنوا حاطين كلهم كاميرات، بس عمدنا الزتونة قال جيب الجيش جاي وبرمح هو الجنود تعون، شو انتم بتساووا هالكم؟ نحن بنجد زتون غير هيك؟ لا ما فيش غير هيك، بس هذه الزتون الأرض تبعنا نحن بدنا نجد فيها. أخذوا زتون بهذاك الحساب منا، يعني والله ما بتذكر العدد قديش، ولكن أنا كنت مثلا أسوي لي 20 تنكة زيت، هلا بعمل ثلاثة أربعة لا أكثر ولا أقل. كانوا هون يشتغلوا هم في الأرض زمان، هذا قبل المستوطن من بنات. أجا عليه واحد يهودي كانوا ماركين في الطريق، بحكي له إحنا بدنا نعمل مستوطنة هون، هاي الأرض أرضنا. قال له لا هاي مش أرضكم الأرض، هذا الحكي قبل ما يبنوا المستوطنة. بعد فترة بحكي لنا صارت الطيارة الهوليكوبتر تجيب ناس وتحط على الجبل وإحنا نتفرج، وبعدها بلشوا اللي يبنوا في المستوطنة، كانين مخططين لهالإشي، وأراضي كثير أخذوا للناس، الجبل كله هذا كان له العبود كله أخذوه، وكمانهم هسه كمانهم ببنوا. لقطف الزيتون في فلسطين طقوس وعادات لن يعرفها إلا أهلها، تستمر لأيام وأسابيع، بدءاً من تقليم الأغصان وصولاً إلى قطف الثمار. جوزي بحب الزيتون كثير، ويوم يوم يعني لو فيش موسم زيتون بيجي ببحث مثلاً بسنسل في حجار هاي اللي بيزبطها، شايفة بخليش إشي فيه، كوام التراب بصير ينتقل من زيتون لزيتون، بيشوفها الأرض أحسن هاي. يعني مدام أنا فاضي لازم أجي، لو باجي أطل اللي أجي أتفرج، ما فيش فايدة يعني. يعني هاي الشجرة اللي ورك هاي زرعتها أنا، هذا الشجر اللي منك وفوق هذا كله زرعته أنا، زرعته أنا، بحب الأرض بحب الزراعة. يتذرع الإسرائيلي بحججه الأمنية العسكرية لبناء جدرانه وأسلاكه الشائكة، ولكن الحقيقة أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية هو الحقيقة الوحيدة، فعديد القرى الفلسطينية صودرت أراضيها ومنع أهلها من الوصول إليها، وظل شجر الزيتون ينتظر أصحابه. فهنا يناظر الفلسطيني أرضه بحسرة، فلا المحتل يعي قيمة الشجرة ولا هو لتاريخها يحفظ، بل إنه يمزق جاثماً على صدور الفلسطيني التاريخ محاولاً اقتلاعه لبناء المستوطنات. حول أراضينا في حوالي بتحكي عن 11 مستوطنة، وهنا نحن بنواجه صعوبات جمة جميع المواطنين، يعني نسبة كبيرة 70-80% من المواطنين بواجهوا مشقة كبيرة وصعوبات وخوف، ويعني مش بهالسهولة. يعني بتروح انت على أرضك بتروح خايف، بتروح خايف، فيش حدا يردعهم. الحكومة الإسرائيلية ما هي كيما تردع هذول المستوطنين، بتحطهم عند حدهم، معطيتهم أريحية، بتحركوا بسهولة، بيروحوا بيجوا بسهولة، وإحنا يا أصحاب الأرض وإحنا يا أصحاب الزيتون وإحنا يا هذا بنصرح خايفين وبنروح خايفين. دائماً الواحد يعني عنصر الخوف عنده من الناس، لأن هذه الناس مسلحة ومجردة، لا إلها مبادئ ولا إلها قيم ولا إلها أخلاق ولا شيء، بيعتدوا على الحريم، بيعتدوا على الشجر، بيعتدوا على السيارات، بيعتدوا. يعني قبل أسبوعين كان في واحد حط السيارة عندنا هنا، ما كانش حد هان موجود، وفي ناس بتروح بتيجي، طيب أجوا عليها كسروا ليها، سطحوا العجلة وكسروا ليها، أجل كاها محطمة السيارة مشان الأرض تخرب، الناس بطل تحرق ويخذوها. فهم يعني لهم مخططات يعني لقدام أوسع من كده. حضر حالنا نزرع الزيتون وبنشتغل الساعة 10، بعد 10 بيجوا المستوطنين بصيروا يراجموا علينا وإحنا نراجم عليهم، وبغلبونا وبحموا بالنا، بنضيع نهارنا على الفاضي، يعني بنجدش الشكفة اللي بدنا نجدها في أسبوع بنقعد فيها أسبوعين، وإحنا يعني بالسركة بنروح نلقطها، وبنستجرش ناخذ معنا أولادنا الصغار،
وإذا في مثلا نسوان كبار بنقدرش ناخذهن عشان بقدرنش نقاوم منه إشي. يعني زي ما تقول بهدلة الحياة بهدلة. بحب الزيتون، بحب أسرح، بحب أروح، بحب إيدي. يعني أقول لك حتى رياضة، رياضة إلنا. يعني إحنا اللي لا بنروح ولا بنيجي بنضل في هالدور، لما بنسرح وبنروح وبنيجي بتشوفنا الشمس، رياضة إلنا، بنتحرك. يعني الجو حلو، جيران وبتشوف الناس، بتقعد انت وياه بتسوي شيء على النار. يعني مرات بناخذ وبنطبخ في الخلا، بنطبخ مقلوبه، بنطبخ منسف، بنطبخ اي شيء بدنا اياه. يعني الحياه حلوه، انا بحب موسم الزيتون. ورغم ما يجلبه هذا الموسم من مشاعر البهجه والسرور، إلا أن مشاعر القلق والخوف تهدد يوميات الفلسطيني في هذا الموسم. فمنهم من قضى نحبه حسرة على أرضه، خاصة أن الاحتلال ومستوطنيه ينتهكون حرمات هذا الموسم بالاعتداء على الفلسطينيين وحرق أشجارهم لإبعادهم عن مصدر رزقهم وأرضهم. فعائلة فواضل هنا تشكل نموذجاً لقصة الصمود في سبيل الأرض. أبوي توفى في 3/9 السنة هاي، بس هو كان مرتبط بالأرض. وتوفى في الزيتون، هو كان طالع بمشي، هو بحكي كان يحب يطلع الرياضة كل يوم هو أمي بعد الظهر يطلعوا. فكان هو دايماً يقول يا رب أموت وأنا زي ما بقولوا غبرة الطريق عجري، يعني بدون ما يكون مرمي ولا مرض ولا عرض. فأجع قطعة الزيتون اللي ننتقل عليها هلأ هون، كان في العروق البري على الزيتون، نظفه ونقبه واشتغل فيه العصرية للساعة 7-7:30. بعدين هو تحت الزيتونة، ربنا افتقده، أجت جلطة وأخذ أمانته. أول مرة بنسرح بدونه، لو بتذكر السنة اللي فاتت أجعلنا في هذا الوقت موسم، هو اللي كان يعمل الشاي ويعملنا القهوة، ويلا يابا ويلا تعالوا ويلا يا سيدي ويلا. فهو اللي كان عامل الجو والعامل اللمة، فعم بنحاول قدر المستطاع إنه نغطي الفراغ اللي هو تركه، بس صعب. فموسم قطف الزيتون الذي ينتظره الفلسطيني من موسم لآخر يشكل حالة استثنائية للأسرة الفلسطينية، فتشحذ الهمم ويتصبب العرق لجنيهم ثمار زيتونهم. كل هذا مناسبة للم أفراد العائلة الواحدة التي يشارك صغيرها وكبيرها في عملية القطاف. بعيداً عن روتينيات وضغوطات حياتهم اليومية، فتمتد السواعد بهمة واحدة في جو عيد وترابط اجتماعي، يتوج بلمة الأصدقاء والجيران والأقارب في جو من المتعة، خاصة عند تناولهم وجبات الطعام تحت ظلال واحدة من أشجار الزيتون. احنا هلا موسم قطف الزيتون، بنسرح العيلة مع بعض، متجمعين احنا وسلافي، وبسرح انا وجوزي واولادي. بنكون كثير مبسوطين لانه احنا بنلتم مع بعض، بنشوف بعض، بنتسلى، بنضحك. صح جو الزيتون متعب، بس احنا بنكون مبسوطين انه باللمة الحلوة والجمعة، وكمان الاكل في الزيتون كثير حلو وزاكي. زي ما انتم شايفين انه احنا بنقسم حالنا بالنسبة للشغل، الشباب بجدوا، احنا بنلقط، وبكون الزيتون على الكوام، بنجمعه من كل الشجر، بعدين بنلقطه وبنعبيه في الاكياس، وبننقل الاكياس، بنجمعها كل 3 أيام 4 أيام، بناخذها على المعصره، لانه احنا ما بنسرحش كل الايام حسب ايام العطل، 3 أيام في الاسبوع تقريبا. والاولاد صاروا يتعلموا منا انه كيف يساعدونا. بالنسبه لي انا معلمه علوم في المدرسه. طبعا جو الزيتون، يعني في فرق بين مهنه التعليم وجو الزيتون، بس انه احنا بطبيعتنا مزارعين، يعني احنا طول عمرنا ساكنين في عبود واحنا مزارعين وبنحب شغل الارض، وكثير بنحب نيجي على الزيتون نشتغل. ما بنحس، يعني صح متعب وانه تدريس وزيتون وامتحانات، بس انه بالعكس بنكون كثير مبسوطين وبنحس في راحه نفسيه في الزيتون.
بستنى طبعا، وخاصه الاولاد الصغار بيكونوا كثير مبسوطين. بعدين هو موسم خير لانه الزيت يعني ضروري لكل بيت، زي ما بيحكي المثل انه الزيت عماد البيت، مثل شعبي معروف من زمان، وانه الجميع يعني شجره الزيتون مباركه، من نجمعه من الزيتون في شيء بنبيعه نستفيد منه، وفي شيء بنخليه للبيت للاكل. كل ما في شجرة الزيتون يعود بالفائدة على المزارع الفلسطيني، من أغصان متناثرة ومن بقايا حبات الزيتون المتناثرة على الأرض التي تستخدم في صناعة الصابون. هلأ الزيتون إيش بتعملي منه؟ زيتون للأكل كبيس، إيش بنعصر للزيت. هلأ في ناس اللي بفيد بيكون فايد عن حاجته ببيعه بستفيد منه، لأنه في مصدر رزق لعائلات كثير الزيت، بيستنى موسم الزيت لأنه ما عندهم دخل، فاللي عنده زيتون بيستنى زيتوناته يأكل يعبي بيته ويبيع منه ويعيش يصرف على حاله. في ناس كمان تطبخ من زيت الصابون، تعمل الصابون البلدي، يعني بيستغلوا لصناعة الصابون، صابون العربية، وبرضه بتنباع غير الاستهلاك المنزلي، في ناس بتاجروا فيها، يعني كمان مصدر دخل لإلهم. وتشكل قرية الجانية مثالاً آخر لقصة الصمود والثبات، فأهالي القرية التي صودر عدد كبير من أراضيهم وزيتونهم لازالوا على أمل في استرجاع زيتونهم، ويبقوا في حالة انتظار لتصاريح خاصة تسمح لهم بالدخول على أرضهم التي باتت مستوطنة يقيم عليها المحتل الإسرائيلي. ولكن أشجارهم تناديهم وزيتونهم ينتظر أصحابه. كل أراضي الجانية راحت بالموتة، كل هذا الزيتون اللي كبالنا لقطوهم قبل شهر بالسيارات طيحوا ولقطوا، إهم لقطوا هذول مستوطنين. إحنا بنعبر يعني بتروح دورية معنا وبتظلوا قاعدين عندنا للساعة 4 وبنروح بنلقط قد ما نقدر. وكسروا قبل سنتين ثلاث، كسروا كل الفروع الواطية كسروهم، وإحنا الدار هذه كنا قاعدين فيها، وجبت واحدة كان مرة عنكم بنت اسمها فايزة، بكت جبتها هناك، وكان طول الصيف نضل هناك طول الصيف. هلا إحنا هاي قرية الجانية صفت محاصرة من المستوطنات من كل الجهات، إحنا صفينا بنصهم أقلية بالنسبة إلهم، كنا ندخل من وين ما بنا ومن وين ما كانوا من أي قرية يجي على هاي المناطق. هلأ ما في إلها ولا منفذ إلا من بوابة المستوطنة، بنروح بنوقف على باب المستوطنة زي الشحادين تيحنوا علينا يدخلونا. حتى الدواب زمان كانوا يدخلوها صاروا يحسبوا كم حمار بده يدخل، بعدين منعوهم لأنه الحمير بعيد عنكم بيوسخوا لهم الشارع وبأكلوا لهم الزريعة. هلأ بدخلونا بسيارات، ممنوع ولا حدا يطلع راسه من الشباك إلا لما ينزلونا في محل معين، وبعدين نتقسم بيجوا بك بيعدوا فينا زي ما بيعدوا الغنم عشان بلاش حدا يروح هون ولا هون. إذا حدا بلقط تحت زيتونة ممنوع يروح على الزيتونة الثانية. يعني مش عارف، إحنا ما بعرف، إحنا صفينا أكن إحنا مستأجرين عندهم وبنروح بنلقط إلهم بالأجار، لأنه إحنا حسب مزاجهم بنروح بنلقط. صارت المضايقات على الناس بعد 67 وبعد السبعينات لما صاروا تفشوا وصاروا يعملوا مستوطنات في ديال القرى. كانت في اول مستوطنه في اراضي الجانية ودير بزيع وكفر نعمة اللي هي دولف، هاي عملوها في 83 تقريبا. احنا عندنا الارض قاعده بتخرب، ليش؟ لان اليهود قاعدين بيمنعوا اصحاب الارض، الارض بدها احراث، بدها كشاش، بدها تعمير ديالها. بنحرص مرتين في السنة كنا الزيتون في الجداد، كان كل أسبوع أقلش كل أسبوع يروح على أرضه مرة الواحد. طبعاً إحنا بنتألم، إحنا يعني حصل الواحد على تعبه وتعب أبوه وتعب سيده. كنا نروح الزيتون، هاي إلها اسم، هاي نقعد تحتيها، هاي ناكل تحتيها، هاي نعزم ناس، هاي ننام إحنا والناس. هلا بنروح بس بنتفرج زي اللي بروح يتفرجوا على الاشي العتك يعني، او اشي كان زمان، حتى معالمها غيروها، الشوارع غيروها،
كل شيء يعني باعتبار احنا بنروح كنا احنا بنقعد في منتزه عندهم حسب مزاجهم، واذا طاوله ممنوع نقعد عليها، اذا هذا الحجر ممنوع نقعد عليه، هذا إلهم وهذا مش إلهم، وهذا تنسيق إله وهذا ما لهوش تنسيق، وهذا مزاجهم. احنا عايشين في مثلا إلنا ليمون إشي، اذا بدنا الواحد راح لقط حبه ليمون حبه برتقال ممنوع، لانه احنا عاملين تنسيق للزيتون مش للليمون. ما خلوها تقطع حبه ليمون، روحت انا قطعت 4 حبات وهو كيف، قلت له هذه إلي مش إلك، أنا زرعتها مش أنت زرعتها، أنا زرعتها إلي هذا، قطعت 4 حبات ما احتاج زي الكلب ظل واكل، أما نهاد ما خليهاش تقطع. اللي هناك في المستوطنة هذيك هذولا يعني مسمين هم يعني حسلات المستوطنين، أو بدك تقولي المدميين، اللي بقتل واحد في الخليل بيجيبوه هان، اللي بقتل في نابلس بيجيبوه هان، بسكنوهم في روس الجبال، مسمين فيه ابناء التلال، يعني زي شو اسمه تنظيم، وفي تدفيع الثمن منهم، لان اجوا هان طلعوا قبل 3 سنين عند على دار اخوي وكتبوا شعارات يعني مسيئه للرسول وللاسلام وللعرب. تعرضنا واحنا في اثناء قطف الزيتون للملاحقات ولاطلاق نار من مجموعات تدفيع الثمن، حركوا السلالم، حركوا الفرش، الاكل حركوه وزتوه، واحنا يعني كنا الواحد يا اما بنفذ بريشه زي ما بيقولوا، يا اما معنا نسوان معنا ختايره، وقتها يعني ما عرفنا شو نعمل، يعني صفى الواحد انه لا انا بموت مقابل ان انا احمي قبل الارض، احمي النسوان اللي معي والبنات اللي معنا. فالزيتون يشكل أحد ركائز الاقتصاد في المجتمع الفلسطيني وأحد عناصر الأمن الغذائي، وعليه فأن أي تغيير يطرأ عليه من شأنه أن يمس بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة وأن من يعتاش على هذه الأشجار يقدر بنحو 100,000 عائلة فلسطينية. الزيتون أو شجرة الزيتون هي مصدر دخل للمزارعين، وبالتالي هنالك ارتباط وثيق وقوي ما بين الشجرة والأرض والإنسان، وبالتالي إحنا مش راح نستغني عن الشجرة ولا عن الأرض. بتعرفي هو يعني تقريباً اللي معيشنا، إحنا عايشين منه، إحنا الكبار يعني، الصغار كل بيشتغلوا ومدبرين حالهم، بس إحنا الكبار يعني بنبيع الإنتاج تبعه وبنصرف منه، عايشين منه. موسم الزيتون بيعني كل شيء، بيعني اقتصاد، بيعني حياة، يعني الزيتون للشعب الفلسطيني وللمواطن، انه هذا ثمر، هاي رزق، هاي مصدر دخل إلنا ولإلكم. سلب الأراضي وإحاطتها بالسياج وإقامة الجدار العازل ووضع البوابات الفاصلة وإحاطة القرى بالمستوطنات وممارسات التضييق يشدد الفلسطينيون أنها لن تثنيهم عن الاستمرار في فلاحة أراضيهم وزراعتها، متحدين كل المخاوف والتهديدات من أجل ترحيلهم وإبعادهم عنها. هم الهدف عندهم إنهم يطفشونا، يزهقونا، يخلونا نمل، يخلونا نزهق حالنا، بالآخر نقول خلاص بدناش إياها ونتركها، بس إحنا يعني لو بتخرب الدنيا، إحنا هاي الأرض بتعني لنا كثير، كل زيتونة فيها بتعني لنا، بنحكي مع الزيتون إحنا. نحكي مع الأرض، كل زيتونة إلها اسم، حتى يعني أبوي لما مات، يعني لما راح ودعها ودع العين زي ما بودع أولاده، وصانا بس على الأرض، ما وصانا حتى على بعض. دمي حياتي الأرض، شرفي الأرض، ما بتتقدر، ما بتتوزن ولا بالذهب، ولا بالذهب. اللي عنده ضمير واللي عنده دين وبحب أرضه وبده يصير إله دولي، لازم يزرع شجرة زيتون، لازم يزرع تيني زي تشبك وابوتنا وسيادنا عاشوا منها. في ناس تعلموا دكاترة من شجرة الزيتون، في ناس كتير عم تدفع رواحها وتضحي بأولادها وبعمرها وبمالها مشان ترجع أي قطعة أرض إلها راحت منها، فما رح يستسلم. بتصور الإنسان الحر البني آدم الشريف ما رح يتخلى عن أرضه مهما كانت الضغوط، مهما كانت الحواجز في وجهه. الواحد بده يموت هموته، مش أزول يموت واحد يموت، بس يروح يضحي ويروح يغامر ويروح على أرضه ويحرث ويجد ويكنب ويزبل ويدير بال على أرضه، لأن الأرض ما بتتعوض، والأرض زي الأرض، أرض مهمة جداً.
رغم الاحتلال الإسرائيلي ورغم إدارة ظهره للشرعيات الدولية وانتهاكه للأرض ونقله السكان وإحلالهم بالمستوطنين، إلا أن الفلسطيني لا يملك إلا صبر أيوب وصموده على أرضه، آملاً أن ينصفه القدر ويلتئم شمله بمعشوقته وإرث أجداده شجرة الزيتون المباركة.